أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا الحلقة من برنامج هنا بيروت اليوم الأربعاء 26 تموز 2023. يسعدني أن أرحب بضيفي في الاستوديو بالأستاذ رفيق نصر الله مدير المركز الدولي للأعلام والدراسات. أهلا وسهلا فيك أستاذ رفيق معنا في هذه الحلقة. ولكن قبل البدء بكل المحاور التي سنتحدث عنها خلال هذه الحلقة من هنا بيروت، اسمح لي أن أستأذنك وأخذ اتصال مباشرة من المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة الأستاذ فارس الجميل. أستاذ فارس، أهلا وسهلا فيك. تحياتي لك أستاذ حليمة، تحياتي للدكتور نصر الله، وتحياتي للمشاهدين. اهلا وسهلا استاذ فارس. يعني غدا هناك جلسه لمجلس الوزراء، بحسب ما اعلن الرئيس نبيه بري انه هذه الجلسه هي لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان. ما وضع هذه الجلسه؟ هل سيكون هناك نصاب مكتمل لعقده؟ ما هي الاحتمالات الوارده يوم غد؟ استاذ حليمي، قبل البدء بهذا التفصيل، هو اساسي بس لكنه تفصيل انا بدي اقوله. المشكله الاساس حاليا هي في عدم انتخاب رئيس الجمهوريه، وكل هذه المشاكل التي تحصل مشكله وراء مشكله سببها الفراغ في سده الرئاسه، وبالتالي يجب ان يكون التركيز على المساله الاساسيه المتعلقه بانتخاب فخامة رئيس الجمهورية، وعندها يتم تشكيل حكومة وتنتظم مجددا الحياة الدستورية في البلد، بدل البقاء في موضوع تصريف الأعمال والإشكالات الكثيرة التي ترافق هذا المسألة بين معترض على تصريف الأعمال ويطالب بأن تكون بالحد الأدنى وبالنطاق الضيق، وبين الواقع الحقيقي وهو أننا بقي استمر يعني تصريف الأعمال يحاول أن يعوض مشكلة حقيقية ليس الحكومة المسؤولة عنها وليس الحكومة المسؤولة عنها. الفراغ الرئاسي مستمر منذ 10 أشهر. هل المطلوب من رئيس الحكومة أن يجلس في مكتبه ولا يتحرك؟ هذه المسألة الإشكالية الحقيقية هي عند النواب والمجلس النيابي، فلينتخب رئيس وتنتهي كل هذه الإشكالات. أما بموضوع جلسة الغد، فيهمني أن أوضح أن دولة رئيس الحكومة الاثنين صباح الاثنين كان أبلغ الوزراء المتصلين به بعد عودته من الخارج أنه سيدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء بين الخميس والجمعة لبحث الوضع النقدي في البلاد مع اقتراب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان، وهو قصد عين التين بالأمس لإبلاغ رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري أنه سيدعو إلى جلسة. الجلسة كان واضح من هذا الموضوع ومن خلال نص الدعوة أنها للبحث في مستجدات الوضعين المالي والنقدي، لا سيما مع اقتراب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان. وأنا أقرأ هنا النص الحرفي للدعوة تحت هذا العنوان: كل الخيارات مفتوحة للنقاش والبحث، من ضمنها موضوع تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان. لكن الثابت والأكيد منعا لأي تأويل أن جلسة الغد لن تبحث في أي أمر يتعلق بالتمديد للحاكم الحالي الأستاذ رياض سلامي. هذا الموضوع ليس مطروحا على الإطلاق لا عند رئيس الحكومة، وليس واردا أن يعاد طرح هذه المسألة. وهذا الموقف كان رئيس الحكومة أعلنه منذ فترة طويلة، لكن واضح أن هناك بعض الأطراف السياسية التي تحاول أخذ البلد إلى الفراغ الكامل تحت شعار حماية الحقوق، حقوق المسيحيين، حقوق غير المسيحيين، وتحاول أن تؤجج هذا الصراع لتصوير الأمر وكأنها الحريصة على الصلاحيات وغيرها يفرط بالصلاحيات. استاذ فارس، هل في نصاب قد يكتمل نصاب الجلسة يوم غد؟ يعني كنت في صدد أن أجيبك هي على هذه المسألة. لا توقعات مسبقة للجلسة. الوزراء مدعوون غدا إلى جلسة مجلس الوزراء عند الساعة 11، والموضوع رهن النقاش الذي سيجري